أهلا وسهلا بكم. مقابلة مع أصدقائي لينا. كيفك يا لينا؟ الحمد لله تمام، كيفك أنت؟ تمام. في الحقيقة مش تمام. أنا نحكي بالموضوع بعدين. أنا مريض. سلامتك. الله يسلمك. صح. ممتاز. وكيف عطلك؟ العطلة كانت منيحة، رحت كثير على الشط فأشوف صرت سمراء أكثر من قبل. أكثر مني؟ شوي. فأه هيك أكثر عطلتي كانت. أنت كيف عطلتك؟ عطلتك كويس. رحت إلى الأردن. صح ما ما فصل العربي. اوكي. كنت في ابو ظبي للكل عطلك. انا ضليت بابو ظبي. ما يعني رحت على فيراري وورلد، رحت على المسجد، رحت على المدينه، رحنا على شارع حمدان، و يعني الاشياء المميزه، بس ما طلعت من ابو ظبي. لا بس انت في يعني الستايكيشن. ايوه. كنت في الفندق صح؟ ما طلعت من رحت على فندق كان قريب من المسجد، من الجراند ماسك. وكان في له شط خاص. فيعني كنت انام هناك واروح اسوي اشياء بالمدينه وارجع على الفندق. وعلى فندق ايش اسمه وكمان كانت المسبح على فندق اسمه تريدرز هوتيل. فيه مسبح خاص وفيه شاطئ خاص. ما شاء الله. فكان ممتاز. ممتاز. كنتي مش واحدة. أنتي مع أصدقائك؟ كنت مع صديقي جاي يزورني من فرنسا. من باريس. وهي أول مرة له بالإمارات. انبسط أظن. دائما بدل يحكي لي ما في كتير ناس بهالمدينة. ويعني I agree. بس أظن إنه مبسوط وعشان الجو كتير حلو ودلينا على الشط ويعني حلو. الرحلة كويسة، ما كنت وحيدة يعني. إيش فكر أو يفكر أو تفكر أصحابك من أبو ظبي؟ بتقدر تعيد السؤال؟ بتفكر أصحابك من أبو ظبي اللي ضلوا هون شو رأيهم؟ يعني مثلا تامي اللي عم بعيش معها كانت هون وأظن كانت كتير بتشتغل بس طلعت معها أكتر من مرة. ومين كان فيه؟ دييغو كان هون. برضو يعني شفناهم أكتر من مرة، بس غير هيك أغلب الناس كانوا مسافرين. شو أكثر كيف عطلك؟ كيف ايه؟ عطلك عائلتي؟ عائلتي مناح. انت كنت بعمان يعني ما في شيء، انه ما حكيت معهم صار لي كم من يوم. اظن هاي ماما يمكن تكلم علي. can you pause Waco? Tell me ice cream. No.
المقابلة بس شوي. تفضلوا، أهلا وسهلا. عيلتنا فعلي عشان كان في شتوى قوية ذاك اليوم، بس غير هيك ما في إشي جديد. رحتي إلى مطعم في أبو ظبي للعطلة؟ رحت أكثر من محل. رحت على مطعم فيتنامي، رحت على مطعم أمريكي، رحنا أكلنا برجرز، رحنا إيش كان عملنا؟ أكلت أكل عربي، أكلنا شاورما وفلافل، يعني رحت كثير مطاعم. عندك ال شو اسمه ال يعني ديسكاونت باس لل الانترتينر من كل المطاعم، مش كل المطاعم بس كتير اشياء يعني. شيكسبير اند كو مثلا فيه، اكثر محل برجرز فيه، في محلات عربيه فيه، يعني اكلنا كتير اكل باسعار رخيصه. وبعدين تكلم عقلك في الأمان. ما حكيت معه كيف أو شو أمك وأبوك عملوا؟ ما أظن هم ما كان عندهم عطلة، يعني إحنا الوحيدين اللي معطلين. فإيش بيعملوا؟ مش عارفة صراحة، يعني عشان إخواني كمان بالمدرسة وأختي بالجامعة وأخوي بشتغل، فما كان في إشي يعني عملوا غير. وأختك عندك؟ أختي بالجامعة، بالجامعة الأردنية بتدرس طب، هي سنة خامسة هلا. ما شاء الله. وايش بتدرسي في الجامعة؟ ادب وكتابة. ليش؟ عشان بحب اقرا واكتب. سؤال صعب، ما بعرف، ما رح اتوظف. تعرفي امتى تعرفي بدك تدرسي الأدب؟ كنت عارفة قبل ما أجي على الجامعة، يعني أجيت هون وكنت بدي أدب، ما كان بدي إشي تاني. مش نفس الشيء. أنا ما عنديش أي فكرة. بتذكر كنت حابب بيولوجيا. بس هالحين درس العلم السياسية. اوكي حلو. مبسوط؟ نص 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 نص. Martin, how long has it been going? Nine. Okay. سؤال احكي لي كيف كانت العطلة، كيف كانت عمان؟ عمان كويس كويس كتير. هاي ثالث مرة بتروح صح؟ مرة ثالث في الأردن، بس مرة تاني في العمان. أوكي. بس في فصل الدراسي الماضي رحت إلى بترا وعقبة وباص. وريرون كمان. في هاي مرة. بكي ما طلاب
شباب من جامعات أردنية في كل اليوم و كانت مقابلات مع العود بلاير. اوكي لاعب العود. لعب العود وهو هو ممتاز. حلو. شفته جوا عمان. هو بتدرس الشباب من منطقة مش مبسوط. هو بتدرس مع الشباب من منطقة مش مبسوط في العمان. عن جد؟ ليه مو مبسوط؟ إذا بتعرف. ما بعرف. okay. اسمه. وكمان رحت إلى بحر الميت. حلو. بحر الميت حلو كتير. بس عندي small cuts. فكان كتير بحرق. مش شعور حلو. مش شعور حلو بس كمان في الفندق بحر الميت كانت المسبح. اوكي. وبحب بحب المسبح. بتعرف اي اوتيل نزلتو؟ ما بعرف. بس بس كل كل شيء في لغتين روسي وعربي. في عنا أوتيل في روسي؟ أوكي. ممكن ما بعرف ما بكي روسي. ولا أنا. وكمان زرت زرت شو اسمه في أجلون هناك الوادي. مش الوادي الزيت ومشمش. مزرعة زيتون. اوكي. ما احلى. وهناك احنا استمعنا الراجل القديم. قاعد يعني يحكي لكم قصص. حلو. والاكل في الاكل هناك كتير حلو. الاكل في كل الرحلة حلو كتير. يعني الجلوبال ايد هناك ممكن 15 اشخاص في الرحلة. بس بفكر الجلوبال ايد بتفكر هناك ممكن خمسة وعشرين أشخاص في الرحلة. هناك عشان أكل كتير. أكل كتير في وأكلت أكلت في الساعة بزار. يعني في الفطور أكلت الساعة 6 و
الساعة 9:29 هذا شوي قريب. وشكرا للمقابلة. سلامتك كثير إن شاء الله تصير أحسن. شكرا.